إيه واضح الشاشة صح؟ واضح. أوكي، بدأنا التسجيل. خلينا نبدأ كالعادة. إحنا اليوم عن إيش بدنا نحكي؟ عن القطع القطع الزائد. الزائد. ممتاز. من وين بدي أبلش في القطع الزائد؟ بدي أبلش من عناصره زي ما تعودنا كالعادة. أول شيء هو كيف بيكون؟ بيكون في عندي نقطتين ثابتات، اللي النقطة هذه با واحد والنقطة هاي با اثنين. هذول شو با واحد وبا اثنين؟ بؤر. بؤر. إذا أول شيء ببلش من عند بؤرتين، وعندي نقطة سين وصاد، شو مالها هاي؟ متحركة. ممتاز. هلا في عندي طبعا بالنص هنا، شو هذه النقطة اللي بالنص؟ مركز ديكور. مركز. والنقطتين الزرق الرأس. رؤوس، بس هون رأسهم. تمام. هاي المصطلحات مش جديدة علينا صح؟ مرت علينا. الآن شو التعريف؟ التعريف إني أنا بجيب المسافة بين نون وبا واحد، يعني النقطة المتحركة مع البؤرة الأولى، ناقص المرة مش زائد. في القطع الناقص شو حكينا؟ حكينا زائد. هون شو بنحط؟ ناقص المسافة بين نون والبؤرة الثانية مطلق الفرق يساوي 2. في القطع الناقص شو حكينا؟ حكينا نون با واحد زائد نون با اثنين يساوي 2 ألف. هون شو بنحكي؟ انه الفرق مطلق الفرق بيعطي ايش؟ 2 ألف. ليش حطوا مطلق؟ يعني شو الحكمة من كلمة مطلق؟ نعيد الكلام من جديد. أنا عندي بؤرة وعندي بؤرة وعندي نقطة متحركة، النقطة ممكن تكون على الجزء هذا صح؟ ممكن. ممتاز. الآن لو جبنا المسافة بين نون وبا اثنين، المسافة بين نون وبا واحد طلع في الحالة الأولى كانت نون با اثنين أكبر من نون با واحد، لكن في الحالة الثانية نون با واحد أكبر من نون با اثنين، لذلك شو بحطه؟ مطلق. المطلق. بس ما عدا ذلك. الآن راح نتعرف على هون محور الرؤوس. طبعا هاي الرؤوس، المسافة من المركز للرأس الأول راح تكون ألف، نفس هذيك المسافة بين المركز والرأس اسمها ألف، المسافة بين المركز والبؤرة راح يكون اسمها جيم. بس هون لو تلاحظي كيف انه الجيم أكبر من الألف هالمرة، الجيم أكبر من الألف. أوكي. الآن هذا المحور اللي واصل بين الرأسين راح نسميه المحور الإيش؟ لا أصغر. لا، ما في أصغر وأكبر هون، بحكوش أصغر وأكبر أوكي. هون، بتكلم محور عرضي أظن هيك. إذا طلع وش، خلينا نحكي على التعريف. هو المحل الهندسي الذي تتحرك بمستوى بحيث يكون الفرق المطلق بين بعديها عن نقطتين ثابتتين، يسمى البؤرتين مقدارا ثابتا. هذه سميناها بؤرة، وهذه شو سميناها؟ بؤرة. الآن لو بدنا نيجي نعطي إحداثيات البؤرة، تقدر تحكي لي شو ممكن تكون إحداثيات البؤرة في هذه الحالة؟ إحنا طبعا المركز بشكل عام خلينا نسميه دالوها، بدناش نحطه صفر وصفر حالة خاصة، نحطه بشكل عام. طب إحداثيات البؤرة بناء على ذلك شو راح تكون؟ دال زائد ألف دال زائد ألف جيم، جيم جيم لأنه دائما البؤرة لها علاقة بجيم. إذا دال زائد جيم. طب هون البؤرة الثانية شو راح تكون إحداثياتها؟ دال ناقص جيم. يلا الرأس الأول
والرأس الثاني بنطلع ثلاثيات الرأس الأول هذا. دال زائد ألف دال زائد ألف وهاء، وهون دال ناقص ألف. وها. طيب النقاط هذول دال واحد ودال اثنين في المحور المرافق هذا بيسموه، لان زي كان زي باب في مين في القطع الناقص، المسافه بين دال والمركز راح نسميها باء، نفس الشيء هون راح نسميها باء. اذا شو راح يكون احداثيات دال؟ دال واحد عفوا دال وها زائد با، دال وها زائد با، وهون دال وها ناقص با. هيك بتكون خلصنا كل القطوع. الآن هذا القطع من هذا النوع كيف شكل معادلته العامة، الصورة القياسية عفوا، الصورة القياسية تبعته كيف شكلها؟ تشبه معادلة القطع الناقص تماما، اللي راح تكون س ناقص د لكل تربيع على ألف تربيع، بس بدل ما أحط زائد شو بحط؟ ناقص صاد ناقص ها الكل تربيع على با تربيع شو بيساوي؟ واحد. الآن هذا القطع ناقص قطع زائد سيني، لأن المحور العرضي تاعه أو المحور القاطع عفوا، المحور القاطع شو ماله؟ على محور السينات أو موازي محور السينات. أوكي؟ المعامل اللي هو السين تربيع اللي تحتيها مين هو الألف تربيع، لأنها موجبة. اللي سالب لمين جاي؟ السالب جاي مع الصاد تربيع. إذا في هذه الحالة بده يكون سين. لو كان العكس بكون إيش؟ بكون صاد. يعني إحنا هنا على السين وصاد بنحددها على المعامل. السالب هنا. أوكي. آه. يعني هذا القطع هياته نفس اللي سويناه قبل شوي، صح ولا لا؟ صح. إثباته سهل جدا، بتثبتيه على قانون المسافة بين نقطتين، مجرد تطبيق القانون وخلص. أنا ما راح أدخل في المتاهات صراحة، يعني مش راح أدخل عليه. العلاقة بين ألف وباء وجيم اللي راح تكون المرة جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد باء تربيع، نفس فيثاغورس، بس هالمرة مين الوتر؟ جيم مش ألف زي في القطع الناقص. تفضلي. اللي داخله باسم إيمي. مش فاهم ايش المسج قصدها عن الاثبات. ممكن يجيبوه عنه. ممكن يجيبوه، احنا اخذناه بالمحل الهندسي، راح ارجع اعيده الحصه الجاي له للقطع الناقص والقطع المكافئ على ايش؟ على التعريفات. راح اعتبره مسائل لمين؟ للمحل الهندسي. اليوم تركيزنا بس نحل الروتين المعتاد. شو الروتين المعتاد يا سديل؟ تعريف القطع الزائد. تعريف القطع الزائد، كيف نطلع المعادلة لو عرفنا العناصر، كيف نطلع العناصر لو عرفنا المعادلة، لأنه هاي الحصة الأولى في الدرس، فبنعملها بس على الأشياء المعتادة البسيطة. متى بننقل النقلة النوعية هذيك؟ لما نخلص الأفكار الرئيسية بعدين بنصير نصعب الامور. هذول راح ارجع اعيدهم كلياتهم الثلاثه، اللي هو تعريف القطع المكافئ، تعريف القطع الزائد، والقطع الناقص، كيف اطلع معادلات عن طريق التعريف. وموجود في الكتاب، عمرهم ما جابوه في التوجيه صراحه. عمره ما اجى. يلا خلينا نشوف كيف نجيب معادله القطع الزائد الممثل شكله بالرسم اللي قدام. من وين نبلش؟ دائما بنبلش من المركز. المركز شو هو؟ واحد وواحد.
إذا عندي دالة. بلزمني أعرف ألف كم، ومنها بدي أعرف ألف تربيع كم، بلزمني أعرف باء كم، ومنها بدي أعرف باء تربيع كم. بس إذا عرفت هذول العناصر أنا حليت السؤال. يلا، ألف كم؟ ثلاث شو عرفك إنها ثلاث؟ اللي هي بين المركز والرأس. أحد الرؤوس، أي رأس من الرؤوس. فكنا المسافة بين النقطة 4 و1 و1 و1، ولأنه الصادات ثابت إذا بجيب الفرق بين 4 و3، 4 و1 عفوا، 4 - 1 يساوي 3. إذا ألف 3. إذا ألف تربيع 9. هاي خلصناها. باء، وين باء؟ اللي هي بين المركز والبؤرة. لا، مركز ودال. بين المركز والبؤرة، أنا ما بدي جيم. آه. أنا بدي بين دا بينها وبين اللي هو المرافق، هذا المحور المرافق. إذا هون راح تطلع قديش؟ 5 - 1 = 4. لأن هي 1 و5 والمركز 1 و1. الواحد ثابت، إذا راح أجيب الفرق بين 5 و1. 5 - 1 قديش؟ 4. إذا باء 4 وباء تربيع 16. طيب كيف راح يكون شكل المعادلة في هذه الحالة؟ يلا، القانون هيك بقول: س ناقص د لكل تربيع على أ تربيع زائد. ليش كتبت الألف هون يا سديل؟ في ناقص مش زائد. ناقص. هي هيك دايما. ليش حطيت الألف تحت السين؟ لأنه سيني. لأنه سيني بالضبط. أوكي، إذا إيش بصير المعادلة يا السعيات؟ نعوض بس القيم اللي طلعناها، بس نعوضها وين؟ مكان دالها أو ألف وباء. يلا سولف. س - 1 لكل تربيع على 9 ناقص ص - 1 لكل تربيع على 16 يساوي 1. إذا هون مش على الأكبر، هون على مين مين الموجب؟ مين الموجب؟ وألف وباء كيف بحددهم؟ طيب يعني متى أحط الألف تحت السين؟ متى أحطه تحت الصاد؟ هلا اذا طلعت لاشاره الصاد، جاي الصاد تربيع، يعني لو فكينا القوس وشفنا صاد تربيع، السالب هون جاي مع مين؟ مع الصاد. اذا الباء اللي تحت الصاد. واذا كانت السين هي اللي سالبه، باء تحتها، الباء تحت السين بتصير. تمام، يعني الف دائما تحت الموجب مش تحت السالب. هاي قاعدته. بس ما عدا ذلك هو يشبه تماما القطع الناقص. يلا خلينا نحل هذا السؤال. المركز نقطة الأصل. نقطة الأصل شو احداثياتها؟ 0 و0. إذا عندي دالها. هاي أول التي خلصنا. محور المرافق. المحور المرافق اللي فيه باء يعني. يوازي محور الصادات. نرسم عشان نقدر نتخيل وما نغلطش. يلا انت شغلي اختي، انا مش عامل لك ميوت. من عندك افتح المايك من عندك. اعملي انا ميوت. زبط معاكي؟ انا مش عامل ميوت عليكي. هاي بودي لك مسج انه اسف انا ميوت، اعملي لي اكسبت على. داخلي من موبايل ولا داخلي من جهاز؟
لا من عندك، انا عندي مبين انه المايك تاعك مسكر من عندك مش من عندي. انا بعمل لك اس وانا ميوت، بديك مسج انه افتح مايكك، انا بقول لك افتح المايك. طيب اقول لك شغله، افتح الكاميرا بعدين طفيها ليكون مايكك مع الكاميرا. سديل انت بتقدر تفتح المايك صح؟ عمار؟ بنقدر عادي. 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 فأنا مش عامل ميوت لحدا أصلا. ممكن لازم تطلع وترجع تدخل. جربي. جربي اطلعي وردي ادخلي. أول ما تدخلي عرفي المايك، من أول ما تدخلي اقبلي إنه أكسبت المايك. أوكي. بس احنا خلصنا انه دالوا هالي هم ايش؟ المركز. المركز. المحور المرافق يوازي محور الصادات، كيف يعني المحور المرافق يوازي محور الصادات؟ عندي يكون سيني هو. وطوله يساوي 12 وحدة. يعني 2 ما دام المركز 0 و0 اذا المحور المرافق مش بس يوازي محور الصادات، راح يكون هو محور الصادات نفسه. ولا لا يا سديل؟ صح. كيف بده يوازي محور الصادات ومركزه 0 0؟ من نقطة تقاطع المحور العرضي والمحور المرافق هي المركز صح؟ إذا هي راح تيجي هنا نقطة المركز. هسه بقول لي طول المحور المرافق 12. شو يعني طول المحور المرافق 12؟ 2 باي 12 يعني 2 باب يساوي 12، يعني باب تساوي 6. كم راح تكون احداثيات النقطة اللي هون؟ وكم راح تكون احداثيات النقطة اللي هون؟ أضبط معك يا صبية؟ إيمان أنت؟ مرحبا. أهلين. هسه طفي الكاميرا. أوكي. وخليها إذا مشوشي خليها مشوشي. أنت يظهر عندك المايك مربوط بالكاميرا عشان هيك مش راضي كان يفتح. هلا فتح صح؟ يا يلا كويس. أوكي. يلا. كملي معي سديل. أوكي. النقطة بتكون 0 و6. أيوة اللي فوق راح تكون 0 و6. واللي هون 0 و-6. طيب بقول وإيش هون؟ إحدى أي 10 و0. هاي بقرة 10 و0. البقرة اللي دخل بمين يا سديل؟ الجيم. إذا جيم كم قيمتها؟ 10. ممتاز. طب إيش البقرة الثانية إحداثياتها؟ بتكون اللي هي سالب 10 و0. بالضبط راح تكون سالب 10 و0. شو ضايل نعرف؟ الرؤوس. الرؤوس اللي دخل بألف في قرص بجيبها. يلا جيبيها. اوكي. جيم تربيع اللي هي 100. جيم تربيع تساوي، او خلي اكتب القانون، ألف تربيع زائد باء تربيع صح؟ صح. جيم تربيع يعني 100 اللي هي 10 تربيع. ناقص التربيع راح نخليها فاضية لأنه مش عارفة كم، زائد 36 اللي هي باء تربيع. كملي. ناقص 30 تطلع 1000 تربيع تساوي 64. إذا 100 ناقص 36 تساوي 1000 تربيع. إذا 1000 تربيع تساوي 64
ومنها ألف تساوي كم؟ 8. إذن الرؤوس واحد منهم راح يكون 8 وصفر، والثاني راح يكون إيش؟ سالب 8 وصفر. إذن هيك راح يكون شكل القطع، صح؟ صح. ضايل المعادلة، الصورة القياسية للمعادلة كيف صايرة؟ س ناقص د كل تربيع على على ألف تربيع. سؤال، ليش حطيت الألف تربيع تحت السين؟ لأنه سيني. لأنه سين. يلا ناقص ص ناقص ه كل تربيع على ب تربيع يساوي شو بيساوي؟ واحد. يلا بس طالع نعوض. سين تربيع. سين تربيع على 8 على 64. أيوة. ناقص صاد تربيع على 36. يساوي. واحد. خلص السؤال. عادي صح ولا لا؟ الآن نأخذ الحالة الثانية إنه يكون إيش؟ صاد. صادي. نفس الشيء، المركز شو اسمه هون؟ دالوها. ممتاز. المحور اللي هي المرافق، النقطة هاي المسافة من هون لهون شو حكينا عنها؟ باء. باء. والمسافة من هون لهون كمان باء. فإذا راح يكون إحداثيات النقطة هذه دال زائد باء وها، لأنه رحنا على اليمين، وهون دال ناقص باء وها اللي رحنا على الشمال. البؤرة شو راح يكون إحداثياتها؟ دال وهذا جيم. أيوة زي ما مكتوب. والرأس دال وهذا ألف. ممتاز. وتحت ناقص بتكون بالعكس. الآن كيف شكل معادلته هذا؟ شو كتبت تستديله هون؟ صارت الألف تربيع تحت الصاد. صاد. إذا كان صادي هيك بده يكون شكله. والسين تربيع المعامل تاعها سالب، لأنه لو كان القوس ضربناه بسالب بيطلع سالب. إذا كانت السالب مع السين بنحط اللي تحتها الباء تربيع، وإذا كانت السالب مع الصاد بنحط تحتها الباء تربيع. الألف بتكون تحت الموجب يعني بالعربي. بس سلامتكم. تمرين. يلا. جد معادلة القطع الزائد في كل مما يأتي. معطيني المركز. إذا شو أعطاني؟ دلوها. ممتاز. أحد الرؤوس أعطاني الرأس، أحد الرؤوس 4 و2. كيف اتفقنا بنحل؟ ترسم. نرسم. أحسن شيء الرسم. ما بيخليك تلخبط بالمرة. يلا 4 وسالب 1، وين 4 وسالب 1؟ هاي 4 وسالب 1 هون. هاي شو هاي؟ دالوها. أحد الرؤوس النقطة 4 و2، وين 4 و2؟ الأول. لفوق. لفوق. 4 و2 راح تيجي هون. لا تنسى إنه هذا رأس. الأحمر رأس. والأسود شو؟ مركز. مركز. طيب قديش المسافة بين الرأس والمركز؟ المسافة هي قديش؟ 3. كيف عرفت؟ اللي هي بطرح، لأنه السينات نفس الشيء فبطرح الصادات. ممتاز، برافو عليك. 2 ناقص ناقص 1 تطلع 3. إذا هي المسافة 3. إذا ألف كم؟ 3. طب شكل القطع الزائد كيف راح يكون بهاي الحالة؟ صاد. لازم يطلع هيك شكله. طب كم من الرأس الثاني؟ برضو بدك تنزل 3 لتحت. 4 وسالب 4. ويجي الرأس هون. ويكون الجزء الثاني تاعه كيف صاير؟ بهاي الطريقة. يلا. كم عمار حكيت لي؟ 4 وسالب 4. 4 وسالب 4. لأن نزلنا 3 وحدات
من عند السالب واحد. احنا هون واقفين عند وين؟ عند أربعة وسالب واحد. وهي نقطة شو حكينا بتطلع؟ أربعة وإيش؟ ثلاثة واثنين هو معطيني. أربعة واثنين. ما يخلصنا من الشغل. ممتاز. البؤرة وين؟ ما حكى لي. طول المحور المرافق 80. المحور المرافق راح يجي هون. اثنين با. ممتاز. اثنين با قديش؟ ثمانية با أربعة. اثنين با ثمانية يعني با أربعة. يعني هاي كم راح يكون إحداثياتها؟ وكم إحداثياتها أيوة؟ أربعة زائد أربعة ثمانية سالب واحد. ثمانية وسالب واحد. أها. صفر وسالب واحد. صفر وسالب واحد. إذا رسمتي مش دقيقة أنا. رسمتي مش دقيقة بس مقبولة يعني ما عندنا مشكلة. فطلع با من جيم تربيع. أيوة. يلا. تساوي ألف تربيع زائد با تربيع. زائد با تربيع تساوي جيم تربيع. عشان نطلع البؤرة. تسعة. تسعة. زائد با. ستاش. أو إنه من أو إحنا بنعتمد على فيثاغورس بنقول أربعة ثلاث خمسة. خمسة. عشر مثلث قائم. خمسة. إذا نجيب خمسة. خمسة وعشرين خمسة. إذن البؤرة الأولى كم راح يكون إحداثياتها؟ أربعة وخمسة تسعة. إذن راح تكون أربعة وتسعة. لا لا سالب واحد وخمسة. أربعة. إحنا واقفين عند سالب واحد. بنزيد إلى خمسة. إذا بتصير أربعة وأربعة. أيوة هيك صح. طب والبؤرة الثانية؟ أربعة وسالب خمسة. أربعة. سالب خمسة. سالب خمسة. هيك إحنا خلصنا. بس هو مش طالب هيك وبده المعادلة. صاد زائد واحد. صاد. زائد واحد الكل تربيع. على تسعة. على تسعة اللي على ألف تربيع ناقص س ناقص أربعة تربيع على خمسة وعشرين يساوي واحد. ممتاز. شو يا شباب في شيء جديد في الموضوع؟ عمار سديد. نفس الشيء. إحنا يعني فعليا اللي درس القطع الناقص وأتقنه القطع الزائد لا جديد فيه. بس العلاقة اختلفت طبعا. هون الاختلاف المركزي راح يكون أكبر من واحد لأنه جيم على ألف راح تكون أكبر من واحد. في حين ذيك كان في القطع الناقص جيم على ألف إيش أقل من واحد. يلا رقم اثنين الحين. رقم اثنين بؤرتها ستة وصفر وصفر وصفر. إذا شو المركز؟ ثلاثة وصفر. ستة وصفر. صفر وصفر. صفر وصفر. هذول بؤر. كيف طلعتيها ثلاثة وصفر؟ ستة زائد صفر على اثنين. أيوة اللي هي نقطة المنتصف. منتصف قطعة مستقيم. بالضبط قانون المنتصف. وصفر زائد صفر على اثنين. ممتاز. طب الرأس كم راح يكون؟ شو ويقطع منحنى محور السينات عند سين يساوي خمسة. يعني عند خمسة هون بده يقطع محور السينات. هون هاي ستة صح؟ آه. منحنى بقطع محور السينات عند خمسة. إذا الخمسة شو راح تكون يا جماعة الخير؟ رأس. رأس. وهي كم راح تكون يا سديل؟ زدت اثنين يعني رأس اثنين. أنا زدت كم هون؟ زدت كم؟ اثنين. أنا عندي ثلاثة وصفر. هون بدرجع اثنين. واحد. إذن واحد وإيش؟ وصفر. هيك أنا عرفت ألف وعرفت جيم. ألف اثنين وجيم ستة. نقدر نطلع باء؟ طبعا. جيم ثلاث. جيم ثلاث. جيم ثلاث كلامك صح. ليش ثلاث؟ لأنه أنت عندك هون ثلاث وصفر اللي هي المركز دالوها.
احنا بعدنا من عند هون لهون كم؟ ثلاث خطوات. يلا باء تربيع شو بيساوي؟ جيم تربيع ناقص الف تربيع، الف ده قوس يساوي 9 ناقص 4 يساوي 5. طب شو معادلته؟ بس نطلع المعادله وخلص. س س ناقص 3 س تربيع على ناقص 3، لا مش ناقص 3 ولا ناقص 3، اه لا بلا صح ناقص 3 تربيع على على هون ألف اللي هي 4 نعم تربيع 4 ناقص ناقص ص تربيع على ب تربيع 5 يساوي واحد. خلاص هيك بكون انتهى السؤال. اتوقع بسيطات ولا لا؟ يعني افكارهن سهله جدا من اروع ما يمكن. خلينا نشوف التدريب. جد معادله القطع الزائد الذي نهايته محور المرافق موجب سالب 2 وصفر، يعني 2 وصفر سالب 2 وصفر. هذا المحور المرافق. يعني 2 بقى 4 بقى 2. 2 بقى 4 بقى 2. المركز كم؟ 0 و0 100%. لما تقولي انت 2 و0 هاي 2 و0 سالب 2 و0 هاي سالب 2 و0، صار محور السينات محور مرافق. اذا ايش نوعه، سيني ولا صادي؟ صادي، معناته لازم يكون رؤوسه هيك صايرات. ما دام هذا مرافق اذا هيك راح يكون شكله. اذا المركز وشو طلع معانا؟ صفر وصفر. اذا دالها صفر وصفر. شو ظل عندي بعرف؟ يمر بالنقطة واحد وثلاث. بعوضها. بس باء انا عرفتها صح؟ باء بعرفها؟ أربعة. باء مش باء تربيع، باء اثنين. صح؟ صح. يلا. الآن شو بدي استفيد من النقطة اللي أعطاني إياها؟ بفرض المعادلة وباخذ شو بعوض فيها. بكتب الصورة القياسية اللي هي صاد ناقصها الكل تربيع على ألف تربيع ناقص سين ناقص دال الكل تربيع على باء تربيع يساوي واحد. هلا الدال ولا عندي معروفات صفر. إذا صاد تربيع على ألف تربيع اللي أنا ما بعرفها كم ناقص سين تربيع على أربعة يساوي واحد. من وين جبت الأربعة؟ اللي هي من المعطيات. من باء تربيع. نجيب سالب اثنين. هلا نستخدم النقطة اللي أعطاني إياها اللي هي إيش؟ بعوضها. واحد وثلاث. يلا بنعوض محل س واحد. على 9 على ألف تربيع. 9 على ألف تربيع ناقص. حل المعادلة. سوي واحد وربع. مظبوط. سويها بالتفصيل ولا واضحة؟ بدي هيك وتصير واحد وربع يعني خمسة على أربعة. ضرب تبادلي ومنها ألف تربيع شو بيساوي؟ هيك خلصنا، طلعنا ألف تربيع طلعنا باء تربيع، شو بنسوي فيهم؟ بنعوضهم في الصورة القياسية طلعت المعادلة خلصنا. الآن السؤال العكسي شو هو؟ انه يعطيك المعادلة شو يطلب منك؟ العناصر. اعطيني العناصر. من وين نقطة البداية دائما؟ المركز. قبل المركز سيني ولا صادي؟ واحد. سيني. اول سيني ولا صادي؟ سيني. 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 اذا اول قبل ما تبلش تحله عشان تعرف انت المحور المرافق وين والمحور العرضي وين، لانه بخربط الدنيا هذا. يلا هسه بنروح على المركز. واحد سالب اثنين. واحد سالب اثنين بنروح معينينه. ألف تربيع. لحظة شوي. وين واحد سالب اثنين؟ هون. هاي المركز.
ألف تربيع قديش؟ 16. إذن ألف كم؟ 4. باء تربيع كم؟ 9. باء كم؟ 3. وجيم كم؟ 5. 3 4 5 هذول معروف محفوظ جدا هذا. يلا هلا شو بنطلع؟ بقية العناصر. المحور العرضي وين هو؟ اللي هو هذا. لأنه مش قلتوا لي سيني هو؟ القاطع. القاطع؟ القاطع عفوا. هيك. هيك. بنطلع إحداثيات الرأس، بنطلع البؤر. واحد سن. وبنطلع اللي هي النقاط اللي على المحور المرافق. بس عن طريق الرسم كله بنجيبه بكل سهولة. 6 سالب 2. بس نحط في بالنا هاي قديش كانت إحداثياتها. 1 سالب 2. ممتاز. البؤرة الأولى. نبدأ أول شيء بالرأس الأول، هذا قديش؟ الرأس، اللي هو الرأس 6 سالب 2. 6 سالب 2، ليش 6؟ لأنه جيم 5. بس هاي مش جيم. الرأس ملوش علاقة بجيم. ألف. شو كيف على عشان ما نلخبط. أنا بحل وأنا برسم أحسن لي، ما بلخبط. إذا أنت مشيتي قديش هاي المسافة قديش؟ 4. ألف. ألف قديش؟ 4. 4. إذا زيني على السين 4 بصير 5 صح؟ 1 ناقص 4 اللي هي سالب 1 وسالب 2. قصدك عنها؟ سالب 3. سالب 3. سالب 3 وسالب 2. طب البؤرة هاي شو إحداثياتها؟ هي جيم 5 و 6 سالب 2. 6 وسالب 2. ليش 6؟ لأن احنا واقفين عند الواحد. سالب 4 وزدنا 5. البؤرة الثانية اللي هي سالب 4 سالب 2. ممتاز. يلا يا عمار شو هذول المرافقات؟ بال هي 3 فتكون 1 و1 الأولى. 1 و1 والثانية 1 وسالب 5. 1 وسالب 5. لأنك شو عملت؟ فوق زدت 3 وتحت نقصت 3. ظل شيء؟ ظل. شو معادلة المحور القاطع؟ صاد يساوي سالب 2. صاد يساوي سالب 2. والمحور المرافق شو معادلته؟ سين يساوي 1. سين يساوي 1. اختلاف المركز شو بيساوي؟ جمع ألف اللي هي 5 على 4. 5 على 4. وهون طبعا لاحظوا انه لازم يطلع الاختلاف المركزي اكبر من 1. اكبر من 1. وهي طريقة من طرق تمييز القطوع، ترى إنه إذا كان الاختلاف المركزي أكبر من 1 بيكون قطع زائد، وإذا الاختلاف المركزي أقل من 1 بيكون قطع ناقص. ذول كيف عادي خلاص نضيع وقت عليهم. المثال، نحل المثال. جد عناصر ومعادلة قطع الزائد الذي رأسها واختلاف المركزي 5 على 2. أول إشي برسم، ترى تحديد إنه سيني ولا صادي يعني بيفرق معانا كثير. ترى يلا 1 و4 صفر المركز. لحظة شو قبل المركز؟ خلنا نعين اللي هي الرؤوس. 1 و4 وين 1 و4؟ هاي اعتبرها 1 و-4 وين راح تيجي؟ هذول رأسين صادي، معناته صادي. هاي أهم شيء. الآن نقطة المنتصف اللي هي اللي بين النقطتين هذول هي المركز. شو راح يكون إحداثيات المركز؟ 1 و0. 1 و0
إذا هذا هو المركز. كيف طلعتي يا سديل؟ كاملة 8 منتصف بالضبط. أو إذا بدك تعملي هون 1 و4، هون بتعملي 1 و4، وبطبق قانون إيش؟ المنتصف، 1 + 1 = 2 بيطلع 1، 4 + 4 = 0 إذا 1 و0. هذول داروها. طيب البؤرة كيف بدي أجيبها؟ البؤرة هي واحدة راح تيجي هون، صح؟ البؤرة واحدة راح تيجي هون، واحدة راح تيجي هون. من الاختلاف المركزي؟ من الاختلاف المركزي. يلا احكي لي 5 × 2 شو بتساوي؟ جيم على ألف. ألف، ألف بعرفها؟ آه. كم ألف؟ 4. 4. شو رأيكم؟ آه صح. 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 إذا هنا راح أشيل ألف وحط مكانها إيش؟ جيم تساوي 10. 4. 4 × 25 = 12. إذا جيم 10. بناءً عليه كم البؤرة الأولى؟ اللي هي جيم 1 و10 ناقص ألف تربيع. 1 و10. والبؤرة الثانية، لأنك أنت بتقيس من وين يا عمار؟ الصادات. لا قصدي من وين بتقيس؟ من 1 و0. من 1 و0 اللي هي المركز. يلا هون شو راح تكون؟ 1 و0 = -10. ممتاز. يلا المحور المرافق الأخضر، صاد يساوي 0. ومعادلته صاد يساوي 0. بدي النقاط اللي هون بجيبها. يلا جيبي با، با تربيع يساوي جيم تربيع ناقص ألف تربيع. با تربيع جيم تربيع قديش عندنا؟ 100 ناقص 16 ناقص 16 قديش؟ 84. إذا با كم؟ جذر 84. في هاي الحالة هاي النقطة شو راح يكون إحداثياتها؟ 1 + جذر 84 صفر. 1 + جذر 84 و 1 - جذر 84 صفر. وهاي راح تكون 1 - جذر 84 وصفر. هيك احنا بنكون شو جبناه كله، معادلته العناصر معادلته ناقص 1 ايوه تربيع على ايش؟ 10. ليش على 10؟ ألف كم؟ على ألف كم؟ 1004. إذا على 16 ناقص س تربيع على لا مش هو صادي؟ أيوة. إذا شو غلط اللي كتبته صحيح سديل؟ آه صح. إذا أنا لازم أقول صاد ناقص 0 على 16. آه صاد ناقص 0 على 16 ناقص س ناقص 1 الكل تربيع على 84 يساوي 1، لأنه با تربيع طلعناها 84 صح ولا لا؟ آه. خلص انتهى السؤال. طيب نتأكد منه. طبعا نطلع الباء طلعوا، يعني أنا بديش برضو تتلخبط وطلع هنا با كيف نطلعها، خصوصا لو أجا سؤال موضوعي. طب سؤال كيف طلعت الجذر 84 هيك؟ 4 في 21 4 في 21 هي جذر 4 ضرب 21. جذر 4 = 2 جذر 21. فأنتوا لازم تكونوا تعرفوا كيف تتحكموا في الإخراج النهائي للجواب. إذا السؤال مقالي جذر 84 كافي، لكن إذا السؤال موضوعي بدك تعرف هو شو الرقم اللي بده اياه، او العدد عفوا اللي بده اياه. تمام ولا مو تمام؟ خلينا نشوف الصوره العامه. طبعا لما يجيكوا الصوره العامه زيك شو بتعملوا عشان تحولوها للصوره القياسيه؟ شو الفكره؟ كمان مربع. كمان مربع.
ولازم يكون هنا معامل س تربيع ضرب معامل ص تربيع يكون جوابه ايش؟ حاصل ضربهم اقل من اقل من هناك كان في القطع الناقص حاصل ضربهم شو ماله؟ موجب اكبر من صفر. بس نحل واحدة بس من هذول. يا أول واحدة بس خلنا نسويها بصير سهل. هي الفكرة شو كانت؟ إن بنخلي السينات مع بعض. نعيد. 2 سين تربيع ناقص 4 سين ناقص 5 ص تربيع ناقص 5 ص تربيع ناقص 30 ص شو بيساوي؟ 5 3 5 3 5. الآن نركز بس حب 2 عامل مشترك. أيوة نركز على السينات. خذ 2 عامل مشترك سين تربيع ناقص 2 سين زائد 1 فراغ. خلي فراغ أبدأ على طول زائد 1 خلص زائد 1 ناقص 5 برضه بتاخذ 5 عامل مشترك ص تربيع ناقص 6 ص زائد 9 ناقص 9 لا زائد 9 بصير شو يكون هون ناقص يبقى ما بيجيب سالب ص بتاخذي بتربعيه ما انت نص معامل ص قديش 3 اها نص السالب 6 سالب 3 ربعيه 9 بيطلع 9 اوكي لا دائما بيطلع موجب لسه ما خلصنا يساوي 53 53 زائد 2 ضرب 1 زائد اللي هو 2 ضرب 1 يعني 2 زائد 5 سالب 45 لانه سالب 5 ضرب 9 بيطلع سالب 45 يلا الان نعيد الكتابه صح هيك؟ لا ليش لا؟ حللي لي سين تربيع ناقص سين زائد واحد صح اسف 100% لازم تطلع هيك اسف ناقص 5 نفس الشيء دائما الاشاره هون بتكون زي الوسطاني هاي اللي انا خربطت فيها الاشاره بتكون زي الوسطاني هي لازم تكون موجب لا سالب انت اخذت سالب لا انت اخذت سالب 5 عامل مشترك من الاول هي ص تربيع زائد 6 انا ما انتبهت صح كلامك انا اخذت سالب 5 عامل مشترك اذا انا لازم غيرت انا زائد 6 لازم اذا انا بصير زائد اذا هاي موجب لا هاي مزبوطه اللي برا صح يا عمار صح السالب 45 اللي هون صح هاي صح بس هاي اللي غلط هاي لانه احنا اخذنا مزبوط كلامك احنا اخذنا سالب 5 عامل مشترك اذا سالب 30 تقسيم سالب 5 بيطلع ايش موجب 6 احنا اعطيناها سالب 6 يساوي يلا نحسب الحسبه هاي 10 53 و2 55 ناقص 45 10 10 ممتاز بقسم على 10 بصير هاي 5 صح؟ ناقص ص زائد 3 تربيع 2 يساوي 1 لك شو بتكون؟ المعادلة تحولت للصورة القياسية إذا تحولت للصورة القياسية سهل جدا أحسب قطع سيني سيني وبطلع البؤرة والمركز وكل شيء بدي شوفوا كيف خلص الدرس دائما هيك احنا بنبلش بنبدا بالاشياء السهله بعدين بننتقل للاصعب انا هون بس بدي الفت انتباهكم بس لسؤال واحد هذول كل سؤالات هذول ما فين ولا فكره بس سؤال واحد اللي بدنا ناقشه معكم هسه اياد المره الجايه شو بدنا ناخذ؟ بدنا ناخذ حل اسئله على كل القطوع وقبل ما ناخذ حل الاسئله شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل البراهين لانه شو هن البراهين؟ انه كيف كيف استنتجنا معادله القطع المكافئ؟ كيف استنتجنا معادله القطع الناقص؟
قطع الزائد إلى آخره. شوفوا لي هذا آخر سؤال. الأولى سين تساوي 5 قاطع ها ناقص 4 وصاد 2 ناقص 3 ظل ها. بده اياني اطلع معادله المسار بدل س وصاد. بخلي اول شيء قاطع ح موضوع قانون. اذا بقول س زائد 4 على 5 يساوي قاطع. خليت القاطع موضوع القانون. هون بخلي الظل موضوع القانون. شو بتصير؟ ص ناقص 2 على سالب 3 يساوي ظلها. بعدين شو اعمل؟ بربع. ربع الطرفين. يلا قاطع تربيعها س زائد 4 على 25. هون راح تكون ص ناقص 2 الكل تربيع على 9 يساوي ظل تربيع. لما نجمع قاطع تربيع زائد ظل تربيع شو بعطينا؟ تك سالب 1. بعطيني سالب 1. لازم قاطع تربيع ناقص ظل تربيع بعطيني 1. ممتاز. اذا احطه هون ناقص ما فرقتش يا عمره. نفس الشيء. يلا. لو حطينا هيك هو هيك القانون احسن لي. يلا. محل قاطع تربيع شو بدنا نكتب؟ ناقص شو طلعت هاي معادلة ايش؟ سين زائد قطع زائد سين. ومنه بطلع عناصره اللي بدك اياها. اذا طلب مني عناصره بطلعها. هو طالب مني بس اطلع المعادله بس. هاي طلعت المعادله. في دول هذول نفس الشيء نفس يعني لازم دائما احط الجيب والجتا او الظل موضوع القانون بعدين اربع غالبا هيك. الا بالقطع الزائد الا بالقطع المكافئ عفوا بتربع واحد وبتخلي الثاني بدون تربيع. اه ليش؟ لانه في القطع المكافئ بيكون التربيع بس لواحده منهم يا لسين يا لصاد. هسه شايفين الاسئله اللي هون في اسئله الوحده هذول مرتبات. هذول اسئله امتحانات صراحه. فاحنا المره الجايه ان شاء الله راح ناخذ البراهين ونحل اسئله ايش؟ أسئلة الوحدة. فحضروا لي أسئلة الوحدة بس. ما راح أجيب أسئلة خارجية حاليا. بعدين شو راح نشتغل؟ أسئلة مفتوحة. بعدين بنرجع نراجع المادة من الأول. بتحبوا نبدأ بالفصل الثاني وبعدين نرجع للفصل الأول ولا نرجع للفصل الأول ونكمل؟ شو الأحسن؟ من أول شو رأيكم؟ أنا بحكي فصل ثاني بعدين فصل أول. أساس إنه لسه طازة يعني. لأنه لسه طازة. نخلص الفصل الثاني. يعني هيك نحس حالنا إنه إيش؟ أنجزنا. بس أنا قلت لكم بدنا نركز أكثر على إيش؟ على الأسئلة الإيش؟ الموضوعية. ما دام عندك 50% أسئلة موضوعية، معناته لازم يكون عندك مهارة في حل الأسئلة الموضوعية. صراحة هي اللي بتضيع لكم العلامات. يعني أنا بيجيني سؤال موضوعي أحله بأنهي طريقة؟ تلاقيه بنحل بطريقتين، طريقة سريعة وطريقة طويلة. إذا رحت على الطريقة الطويلة ضيعت الوقت. إذا قدرت أكتشف الطريقة السريعة هذا أنا خلصت السؤال بسرعة وأخذ علامة كاملة. فصراحة فيها مهارة الأسئلة الموضوعية. لازم تعرفوا كيف تتعاملوا معها. المادة ككل شو فيها صعب؟ عن جد مش صعبة يعني زي سمعتها يعني عادية جدا. بس انت انتبه، انت بتبنيها قاعدة على فهم. اذا بنيتيها على فهم المادة سهلة ما فيها صعوبة. مع شوية تدريب تاخذ العلامة الكاملة 100%. هسه شو الشغلة اللي مطمئنة ان شاء الله؟ انه غالبا امتحانكم راح يكون سهل باذن الله. لانه انتم اخر دفعه صار من الكتاب هذا. السنه الجايه تغيير شامل. فانتم غالبا راح يكون شو امتحانكم؟
بإذن الله بسيط. إن شاء الله. فشدوا حيلكم وإن شاء الله ربنا يوفقكم فيها بإذن الله. متى الحصة الجاي؟ متى بدك؟ سبت زي ما بدكم، أنا ما عندي مشكلة هسه. أنا هيك مريح. صحيح عمار؟ خلص خلصنا. خلصنا. ما خلصنا، هسه بدك هسه تتدرب على الحل. التدريب الحقيقي بصير متى؟ إنك تجيب امتحان كامل تقعد ساعتين أو ساعتين ونص زي ما محاطين التوقيت عليه، وشو تحله ضمن الوقت وعلى الأمان، خلص الوقت وتضع القلم ودي لي أصلح لك هي، مو أنت تصلحه، أنت لا تصلحه، ابعت لي أنا أصلح لك، إلا إذا موضوعي طبعا، موضوعي صلحه عادي، موضوعي ما في اجتهاد في التصحيح، المقال اللي في اجتهاد في التصحيح عشان تعرف كيف تأخذ العلامة. حتى لو أنا في سؤال مثلا لازم على الله ما أفتح، كيف أكسب منه أكبر قدر من العلامات وقلل الخسارة؟ يعني هذه مهمة جدا صراحة، خصوصا في الأسئلة المقالية الطويلة. بعدين وطنوا نفسكم إنه عادي يجيني كسور، يجيني جذور، يعني مش دائما لازم تجي أعداد صحيحة. يعني في ناس عندهم هيك عقيدة إنه إذا أجت أعداد فيها كسور شو بيسوي؟ حل غلط. حل غلط. مين قال لك؟ يعني عادي جدا تجي فيها كسور أو جذور أو whatever يعني. فهذا تعودوا عليها، إنه أنت تتأكد إنه إجراءك صح، إجراءك صح. السؤال اللي سألتني يا عمار امبارح انه ملكي انا احل تكامل بطريقه ويطلع في البدائل، يعني حاط لك الف با جيم، هو حال بطريقه ثانيه. هو مش مشكله طبعا انه يعمل هيك، مش مشكله انه يعمل لك سؤال من هاي النوعيه، لكن المشكله انه يكون في جوابين صح، يعني في البدائل قصدي يكون في جوابين صح. بلغوا سؤالهم إذا هيك صار صح؟ ما بلغوا، بعطوا العلامة للكل وخلاص. نعم. لكنه مع غالبا بيكونوا دارسين، بجوز أنت تفكر بطريقة هو ما يكون حاططها، معناته أنت بتنجبر تحل بالطريقة اللي هو حاططها، فهمت كيف؟ بتغير حلك يعني على الطريقة اللي هو حاططها. كيف بدك تعرف هو كيف مفكر؟ ايوه بدك تعرف هو كيف فكر بالضبط، بس اني بينات اني ما بتجيش الا بالاجزاء والتعويض بس، او ايش التعويض اللي استخدمها. ممكن يعني يجي سؤال مثل هيك عادي، بس مش صعبه، مش صعبه يعني، لو ما طلع ولا جواب من الاجابات يعرف انه انت التعويض اللي استخدمته مش هي اللي بده اياها. اوكي